أكبر استهداف المساجد، الله أكبر استهداف، الله أكبر استهداف بيوت الله، الله أكبر استهداف. استهداف المساجد والمباني، الله أكبر. هذا الكيان المختلف، القصف العشوائي للمجمعات السكنية، الله أكبر. عبر هذا المسجد الذي قصف يوم أمس بقذائف الدبابات كنا ننادي ونصرخ إلى هذا اللواء، إلى الجيش العربي السوري، نخبره ماذا يحصل وماذا يجري في سوريا من قتل ومن دمار ومن تهجير ومن انتهاك للأعراض. هذا اللواء 52 الموجود في مدينة الحراك، كنا نناشد هذا اللواء وهذا الجيش ونستصرخ ونقولها من قلوبنا كل ما يجري في سوريا، أنتم إخوتنا، أنتم أباؤنا، وهذا جزاء، هذا جزاء ما كنا ننادي منه. هذا المسجد مسجد سيدنا عمر ابن الخطاب في مدينة الحراك، من المباني الأثرية في سوريا. هذه الواجهة الغربية والواجهة الجنوبية أثر قصف بالدبابات T-72 التي لم تستعمل إلا لقتل الشعب السوري ولدمار الشعب السوري. هذا المسجد العمري في مدينة الحراك كان مصلى لجميع الصلوات المفروضة على المسلم يوميا، وأصبح الآن مزار يرتاده الأهالي ليروا جشع هذا النظام الذي قصف المساجد. أصبح الناس يزورون هذا المسجد كمزار وليس كمصلى، لأنه دمر تماما. هذا مسجد عمر بن الخطاب في مدينة الحراك أصبح كمزار وليس كمصلى. من هنا ومن هذا اللواء ومن هذه الدبابات قصف هذا المسجد، هذا المسجد الذي كان ينادي هذا الجيش صباحا ومساء، نحن طلاب كرامة، طلاب حرية، وكنا نناشدهم بأعراضنا وبأطفالنا ونخبرهم على كل شيء يجري في سوريا من دمار ومن قتل ومن تهجير ومن انتهاك للأعراض، حتى لا يقولوا أن النظام مغرر بهم ويكذب عليهم. كنا نخبرهم عن أخبار سوريا صباحا ومساء، وهذا جزاء هذا المسجد الذي كان يطلعهم على كل شيء في سوريا. وهذه القذائف التي أمامنا من دبابات T-62، نحن الآن على سطح المسجد، مسجد سيدنا عمر بن الخطاب، هذه التحفة الأثرية التي تدرس في الجامعات وفي كل المدارس، من المباني الأثرية في سوريا. وعلى مر التاريخ
هذا المسجد لم يتعرض لأي أذى على مر التاريخ. كل احتلالات من التتار للمغول للفرنسيين، لكل احتلالات لم يتعرض هذا المسجد لأي أذى إلا على دور هذا الكيان المصطنع، هذا الكيان الذي لا يفرق بين لا بين مسلم ولا بين مسيحي ولا بين يهودي ولا بين كردي. وأنتم تنظرون لهذا المسجد دور العبادة تقصف، فلينظر محمد سعيد رمضان البوطي ومفتي الجمهورية أحمد حسون وكل عالم مسلم في سوريا وخارج سوريا يؤيد هذا النظام. أحد قذائف الدبابات الذي قصف فيها هذا المسجد. نحن الآن في الجهة الشرقية من المسجد العمري في مدينة الحرات، هذا المدخل الشرقي لهذا المسجد، وأنتم تنظرون إلى الدمار الذي أحل به من وراء القصف العشوائي لهذا المسجد. نحن الآن في داخل المسجد، تنظرون إلى الدمار، هذه منارق هذا المسجد، مئذنة هذا المسجد. فلينظر العالم إلى بشاعة هذا النظام. الآن نحن في داخل المسجد العمري وتسمعون أصوات القذائف والرصاص. هذا المسجد الذي يعد في سوريا من المباني الأثرية، فلينظر العالم الإسلامي، فلينظر العالم العربي، فلينظر كل العالم إلى ما حل بهذا المسجد الذي يعد من المباني الأثرية في مدينة الحراك وفي سوريا. نحن داخل المسجد، وليرى العالم ولترى روسيا والصين الذين يدافعون عن هذا النظام. هذا النظام لا يرحم أي أحد، حتى بيوت العبادة قام بتدميرها. هذا محراب هذا المسجد، هذا محراب المسجد العمري، والصورة أبلغ من الكلام.
الله.